أهلاً بكل الأطفال الشطار في كل مكان. هل تعرفون من أنا؟ نعم، أنا البصل. أنا واحد من عائلة الخضار، شكلي يشبه المصباح، وأنا أنمو تحت الأرض، ورائحتي القوية تجعل عيون الناس تغرق بالدموع، ولكني أزين الطعم الكثير من الأكلات وأجعلها شهية ولذيذة جدا. وقشرتي نحيفة، وأنا من الداخل مكون من حلقات كثيرة، وأنا أستخدم في الكثير من الأكلات في كل أنحاء العالم، وأنا مفيد جدا لعلاج الكثير من الأمراض مثل الحمى والسعال والبرد، والأطفال الأذكياء والأقوياء يأكلون الخضار بانتظام. عائلة بصل، سوف أعرفكم على أفراد عائلتي. أبي بصل الكبير، أمي بصل الجميلة، أخي بصل الذكي، وأختي بصل النشيطة. أنا أحب عائلتي وأحبكم أيضا يا أصدقائي الأطفال، وكلنا نحب أناشيد الروضة. نحن كلنا نحب، كلنا نحب، كلنا نحب أناشيد الروضة، كلنا نحب، نحن كلنا نحب، نعم كلنا نحب أناشيد الروضة، كلنا نحب، نحن كلنا نحب، نحن كلنا نحب أناشيد الروضة. أصدقائنا الأعزاء، لا تنسوا الضغط على اللايك، نتشرف بمتابعتكم ودعمكم لنا، نقول لكم من القلب شكرا لكم. كلنا نحب أناشيد الروضة، كلنا نحب، نحن كلنا نحب، نحن كلنا نحب أناشيد الروضة، نحن كلنا نحب، كلنا نحب، كلنا نحب أناشيد الروضة، كلنا نحب، نحن كلنا نحب، نعم كلنا نحب أناشيد الروضة.